بدي روح هلا على حب الحبيبه نصيف. ما رح اسالك السؤال الكل بيسالوك اياه لانه الجواب واحد، ما بدي اسمع نفس الجواب بصراحه. طيب. ما بدي فوت بهالقصه بلاها. رح اجرب استاذن من الحبيبه، اخذ دور، العب دور واسالك اسئله كانه الحبيبه عم تسالك اياهم، شوف شو بتجاوبني. تفضل. جاهز؟ كم مره بتقول لحبيبتك بحبك بالنهار؟ والله ما بنقعد نعد يعني، شو حاطين عداد بتقول؟ بقول او ما بقول، ما هو مش ضروري تقولي كلمة بحبك، ضروري تعنيها، تكوني عن جد عايشيتها. في تفاصيل صغيرة أيام واحد بعيشها بالنهار الطبيعي بتورجي إنه الشخص الآخر بحبه أو لا. بعد كم لقاء قلت لحبيبتك كلمة بحبك؟ ده أخذت معك وقت. هو حاطين عداد أنتو. I think إنه بعد شي 4 أشهر، 3 أشهر، 4 أشهر هيك شي. طولت شوي. شو أكتر شي بتحبه بشكل حبيبتك؟ كلها. ما لا تتجزأ؟ ما هي تبع الإيد والرجل والعين والشعر، الضحكة، كل شي. هو كل شي باكج كاملة. واحد يا بحب يا ما بحب، وما بيعرف ليه بحب. خلص هي سبحان الله. قد ايه بتلاقي حبيبتك جذابة من 1 لـ10؟ شو ما تقلي 9، 9.5؟ ليش بدي ليه بدي احط لها علامه؟ بس انا عم بسال. انت عم تسال بس انه انا ما يعني هون هلا بدي عم فكر بالاجوبه، ما يعني مش حاططهم يعني، ما بقدر هيك 10 10 يلا 10 100 ما بعرف اللي هو انه كعلامه تامه بس. مش بتغار علي؟ بغار بس ما بحب بين اني بغار صراحه. ليه؟ لاني هيك ثقيل يعني، ما بعرف، ما بحب بين انا ثقيل. انك ما بتحب تبين انك بتغار؟ يمكن عم بحكي، او هي الغيره ثقيله اللي ما بيغار ما بيحب يمكن. ما بعرف، عم بحكي عن حالي. مش بتغار كثير نصيف؟ لا مو ست، ماني عندي من حاله مرضيه الغيره على الحبيب. الغيره على الحبيب ايام حاله من الحب الزايد او من الخوف انه يصير شيء يخرب شيء، او يعني الواحد هيك هيك شو هي هيك حاسه حالي لبكتك انا. لا بس انه نوع من انواع المدارات للعلاقه الغيرة ايام بتجي بحسها. طولت لها صبته. تعمل اشياء لتخليك تغار؟ لا لا احنا اي ثينك انه احنا بالغين راشدين، ما عنا ال... اي متى نصيف رح تخلي حبيبتك تدفع عنك فاتوره شي عشاء او شي غدا؟ ما بيناتنا هلا هي ما عندك مشكل؟ ما انا بيناتنا حسك ما بتخليها. المربى تبعنا مش هيك، ما ربينا انه السيده انه خليها تتكلف على شيء. نحن هيك هلا يمكن المربى حضرتك بس انه هي تكون تفكر بطريقه غير. لا ما انه موجود حضرتي بدنا نمشي شوي على يعني مثل ما حضرتك بدك. لا هي بتفكر هيك ولا مفكر هيك يعني. شو الغلطه اللي ما بتسامح عليها مستحيل؟ الخيانه مثلا. هيدي لا ما بتسامح عليها، انه ما حدا بيسامح عليها. شو اخر فيلم نصيف حضرته انت وحبيبتك سوا؟ اخر فيلم، اخر سيريز حضرناه ببراندون الشرق للاستاذ جورج خباز والست امل عرفه. حلو. وكل الاساتذه يعني اللي معهم. بس انه هيدا انبسطت فيه، حضرته وانبسطت فيه. اي متى مناوي تعمل بروبوزل؟ خير خير هلا ان شاء الله. خير. هلا كمان هذا ما نحن بعيد الحب. قول يا رب، قول يا رب، يا رب قولوا الله. اكثر اغنيه بتحب تسمعها منك؟ ما سالتها بتصدقي، ما هول الاسئله الغريبه العجيبه ما بنسالهم لبعض. مش مطروحين بال. طب انسى السؤال، سمعها هلا اغنيه. سمعها وسمعنا كلنا. بدي اياها؟ الا بدي اياها؟ يلا يلا تفضل.